السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو جديد وشقة جديدة مميزة جدا في حدائق الأهرام. وقبل ما نبدأ فيديو النهاردة يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد عن شقق السكنية مميزة. النهاردة شقتنا 140 متر وسط واجهة البوابة الرابعة منطقة لام. شقة متشطبة تشطيب حلو جدا جدا جدا. شقة وسط واجهة زي ما قلت لكم، 3 غرف نوم وثلاثة حمام واتنين حمام وريسبشن ومطبخ. احنا شفنا ريسبشن وحمام الضيوف، ودي اول غرفة معانا على الشارع واجهة صريحة، ودي التانية، وبعد كده هنشوف تالت غرفة معانا والحمام الرئيسي. دي الغرفة التالتة وده الحمام الرئيسي. شقتنا 140 متر وسط واجهة، 3 نوم واتنين حمام، البوابة الرابعة منطقة لام. هشوفكم خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.